موجز الأنباء، أهلا بكم. دعا فضيلة المفتي الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني، دعا الذين هم على رأس السلطة أن يتقوا الله في المحاصرين في بنغازي وأمثالهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها، ممن يقاسون من تألب الظالمين من بني جلدتهم عليهم. فضيلة المفتي، وفي مقال الاثنين حذر المفسدين من التربص بالمستضعفين بقتلهم وتهديدهم بالسجن والخطف وبالسخرية منهم وتسليط جند إبليس عليهم ونعتهم بالخوارج والتشدد والتكفير وحتى بالجهل والتخلف. وأكد فضيلته بأن من اختاروا أن تعيش بلادهم مدنسة محكومة بمن سلطه الأجنبي عليها فقد ملكوا عدوهم أمرهم بسبب فرقتهم واستسلامهم له، ولو تبتت قلوبهم وتنورت بالحق وكانوا صفا واحدا مع إخوانهم لكان لهم وللبلد شأن آخر. قال مصدر من قوات الثوار في الجنوب إن الثوار استهدفوا قاعدة براك الشاطئ الجوية وأنهم يتوقعون خروجها عن الخدمة. المصدر في تصريح للتناصح قال إن اشتباكات جرت ليلة البارحة بين الثوار وميليشيات بن نايل في مفرق ولاد يوسف وهو المدخل الغربي لبراك الشاطئ، تم على إثرها دحر ميليشيات بن نايل التي انسحبت لداخل مدينة براك. وأكد المصدر وجود ميليشيات تنتمي لمن يعرفون بالمداخلة داخل قاعدة براك الشاطئ تقاتل بجانب ميليشيات المدعو بن نايل. أكدت لجنة دعم ثوار بنغازي وأهاليهم التابعة لكتيبة رف الله السحاتي، أكدت على استمرار تصديها لانقلاب حفتر سياسيا واجتماعيا وعسكريا. اللجنة وفي بيان لها الثلاثاء دعت ثوار ليبيا وأبناء بنغازي خاصة إلى النفير العام والالتحاق بثوار المدينة ممن يقاتلون في محور وسط البلاد، مؤكدة استمرار دعمها لثوار بنغازي وأهاليهم. وأعربت اللجنة عن شكرها للثلة الصابرة من الثوار الذين كسروا حصار قنفودة وفكوا معاناة العائلات العالقة بعد خذلان القريب والبعيد حسب وصف البيان. قال رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح إن اتفاق الصخيرات لا قيمة له ما لم تعطى الثقة للرئاسي المقترح من قبل النواب المنحل على حد قوله. جاء ذلك عقب اجتماع صالح مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى التي يترأسها داني ساسو نجيسو والمكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية. وبين صالح أن مجلسه قرر في الجلسة السابقة العودة للحوار مشترطا تقليص الرئاسي المقترح إلى ثلاثة أعضاء يتكون من رئيس ونائبين ومن ثم تعرض على البرلمان المنحل لأخذ الثقة. أرجعت الشركة العامة للكهرباء الانقطاعات التي شهدتها المدن الليبية، أرجعتها إلى استمرار قفل صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس الغازية وكذلك العوامل الجوية أمس الاثنين. شركة الكهرباء في بيان لها الثلاثاء أوضحت أن استمرار قفل خط صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس تسبب في توقف المحطة بالكامل وفقد 700 ميجاوات، مهيبة بالجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة قفل الإمدادات التي أدت لاستمرار برنامج طرح الأحمال. وأضافت الشركة أن العوامل الجوية وما صاحبها من أمطار غزيرة أدت إلى حدوث مشاكل فنية في محولات الوحدتين الغازيتين بمحطة كهرباء الخمس، مؤكدة الانتهاء من صيانة وتنظيف العوازل بالمحطة. مشاهدينا، انتهى الموجز. الآن حلقة جديدة من حوار المساء مع الشيخ عبد الله الجعيدي. متابعة طيبة.